الله يسلمك. سؤال أخير بالنسبة للتيمم في مصر هنا، يعني مثلا أنا مثلا في بلدنا المية في البحر جنب مني قريبة، وممكن أشتري إزازة مية بخمسة جنيه معدنية أتوقف بيها مثلا ومفيش مية، أنت يسمح لي بالتيمم؟ إذا لم يكن هناك ماء وليست معك أموال تشتري وليس لك سبيل إلى الماء، أنت مسافر مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية الطريق الصحراوي، خلاص طريق الصحراوي في أماكن فيها مساجد وأماكن ما فيش فيها مساجد، فجينا عند المسجد الذي نصلي عنده وقفنا وجدنا دورة المياه مغلقة وليس في الحنفيات ماء، ليس هناك ماء، والعصر المغرب سيؤذن، أتيمم أو لا أتيمم؟ أتيمم. خلاص هذا هو، هذه مثال. نعم إنما أنا لو في الحضر مثلا وبيني وبين البحر مثلا 100 متر أروح أجيب من البحر أتوضى. إذا استطعت، افرض لا تستطيع أن تنزل إلى الماء، هل كل الناس فلاحين مثلنا يا شيخ سيد ينزل يرى في يلقي الدلو في ويسحب المية؟ كل الناس كده. الله يسلمك، وأنت بلدكم جنب المية، النساء بينزلن يغسلن في البحر في النيل، لكن واحد غيرك يعمل ايه؟ السلام الله عليكم. يحفظك سيد. الله يبارك فيكم. بخصوص مطار هلال شهر رمضان، يعني احنا ممكن البلد اللي توافق يشتركوا جزء من الليل يصوموا سوا ولا كل بلد لحالها؟ هذا سؤال اظنه سابق لاوانه، والوجهان قائمان للعلماء، واذا اخترت وجها لا تظهر الخلاف في الناس. بارك الله فيك يا سيد. وفيك، سلمك الله.